ما عليك يا ربيع. آه يا بن موزة، تفعل بي غدا وانا اقول انه خجاف، تطلق بنتي وتحرق قلبي، لكن انا شعلي ملاك من ابو شنب. نبي مني يا ربيع، شعلك ما السلام ورحمة الله. حياك الله يا رب. الله يحييك. ملا قل لي يا رب، كيف حالك؟ كيف أخبارك؟ أخباري؟ آه مو أقول لك يا أخي مسعد، أخباري ملخبطة. خير مو بك، وش الذي حصل عليك؟ مو أقول لك يا أخي مسعد، اللي حصل علي إني طلقت كمرة. كيف؟ لمو طلقك؟ على مو حصل بينكم؟ يا أمور، يكون الشيخ حقنا هلو ولا احنا ما بيه هل ارتعين ميقز لي دهوك عدو كان قبل شوية بالسابخي هيا اللي بالله ينقيكم فاهم وانت الله هنا. السلام عليكم. موقبك انت هذا نفسك مثل اللي قوم مع عشعاق موقبك، كل ما كبر خراف ندورك. أول عادة كانك بس أبغى دعين قولك إحنا ما لنا الناس يجزعلك عقل. استغفر الله، يذكر الله، دا 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 دقول الله علم دمان صاف الله العظيم. الله لا خد لا عمرك لا عمر نكرهه. هيا مو قمعك بكرك اليوم هذي من أسوب صابحنا، مو قمعك من خبر أشيخ مصلح. أنا أقول أشتكي بالروح بن موزة. إنا ملتقول كيف تشكى بالربع هذا وهو صغيرك وانتم أهل البيت على مستقابه ومن صغير. هذا ميستاهلش يكون صغير ابو شنب. مو حصل بيننا، ما حصل بيننا شي، سادين مرتاحين ولا بيننا شي. كيف يا رب تقول لي سادين وعايشين مرتاحين؟ وكان ليش طلقك؟ يا اخي مسعيد زي ما قلت لك، ما بلى ابوها السبب، كل يوم معه مطلب، كرهني عيشتي. مو بك انت ملتقول، مو دخل ابوها، اذا انت ويا مصطلحين تصب ابوها وغيره. ابو شنب انا داري ماشي، كان واحد مكسور ناموس خاص منه، لان الراجل هذا مش مو بو ساعات شم منه قمت بقره ساعات جدا عيب عليك الصحه على نفسك خزك بنا ما لله سلف منك فضل انت ويو مو بك انت ملتقول. مو حصل بينكم ده الحين الربع قاطلق بنتي ذا حين اشتك تطلبه ودي المؤخر حقه 5 حبة جنين ويكتب ورقه الطلاق هنا عندك. أقول لك استغلني استغلال، مكني هات هات هات، كرهني عيشتي. أها طيب يا رب، وأنت غلطان، بدل ما تطلقه وتخرب بيتك شلها بعيد منه ودور كلك سكن انتاويه وعشق انتاويه بعيد عنهم. أقول لك أنا من قهري من أبو شنب قلك أطلق بنته وارتح منه. خلاص الذي حصل حصل، ذا الحين قل لي انت عادك تشتي ارده لك؟ ما انا مكره، لكن كيف ارده وانا قاطلك؟ وبعدين ابو شنب عاد ايش يرضي يرده؟ ما توقعش. كيف؟ انه الربع قاطلك بنتك؟ مو خجر يعلو. ما انا داري. قال قنع من انا ومن بنتي. قال خلاص قلت تجلس لحاله اشتي اللي يرتاح. قل لي ادي حق الناس واخبر. خلاص اروح لك وانا شطلب عينا ما حصل بينكم. يلا انت اخبر، قال انت ابونا وامنا كل شيء عليك. ما شاء الله الجن والكلام اللي معك يا اولك عليك على خدار معها. قل له ما بد ما يفعل به، ما يجزعش كذا سوى ابدا. الله اكبر عليك. ما عليك انت، خلي ابو شنب عليك وانا ارده لك. خلاص وانا بعدك من ايدك هذه لايدك. خلاص يا ما شاء الله. يلا انت اول. لا انت الحق بعدين، انت ولا الا الحق بعدك اول السوق.
اقول لك افهم، لا تلحقش بعدين، انا مانيش مولي السوق. هذا اننا مولين الا انا والرب عند ابو شنب. لا لا يا ابا ما توليش بيت ابو شنب. لا مو بو، ما وليش بيت ابو شنب، ولا بو كلب قادم. لا لا ما بوش كلب قادم، ما بولا ابو شنب شكل على فوق خساول. مو باك انت لموش اسكب لفوق راسي غساول. الا شكل على فوق خساول مثل ما كرا على فوق الرب. اها قل لي مو الرب متعقد لهذه الدرجة الا وقع كرا على راسه غساول. وانت مو دريك انكنك. ما بولا ولو قد اللي حقين وبصوصك ابو شنب من طالع واسكب خساول لفوق الرب وهم سنب عند الطاقة. ايوه وبعدين؟ ما بقول افتدع وزوك نفسي والهربات. اها خلاص خلاص، انا ذا الحين فهم ايش سبب المشكلة. انا افتدع عليك لما تولى عن بيت ابو شنب. لا لا يا شايع يا ابني لا تخافش علي، من ابو شنب. ابو شنب الله اعلم مو كان بينه هو الرب، ولا ابو شنب طيب. ها طيب اللي طيب. يلا يا حبيبي شايع أنت انزل ذاكر لا وقت المدرسة وطلعك درسك، الله يحفظك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حي الله منجح. الله حييك ويبقيك يا أبو شنب. يا خير مقدق عندنا. ما له مو بك يا أبو شنب، نجلس نهدر هنا. قول تفضل وندخل داخل وهدرنا على راحتنا. ملي اهلا وسهلا بك، تفضل. هي 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 يا رب هي. هي السلام عليكم. عليكم السلام. هي كيف حالك؟ مل تعمل لنا؟ ما بلا معي واجب جايز اكتبه. تمام يا شاجع ابن اختي، خليك شاطر مثل ما خالك. كيف يا خال ابقى مثلك؟ ايه مثلي انا خالك، قالوا نص البزي من الخال. او ما عجبكك الا تعجبني ها ولا موبا. الحين كيف يا مسعد؟ قلت يرضي يوافق يرده لي. يا رب هامو شا يقول شايل يرده ما يقول شي، وبعدين عادوا لك الحق تقدر ترده خلال الثلاثة الأشهر هذه بدون عقد ولا مهر. جزاك الله خير يا أخ مسعد، والله ما عشنتش معروفك. أهلا وسهلا أهلا وسهلا، حيا الله منجا. الله يحييك ويبقيك يا أبو شنب. أكرمك الله أكرمك الله. الآن أدخل أنت الصبوحة. لا لا ها ها أبو شنب برجع رجع، ما نشي لا صبح ولا شيء. هل أقول اسمر بعد اللعب؟ لا لا ما أقول لك كلمتين، أنا وأنت ما نشيش ولا حاجة. أمان عليكم. والله ما نشي حاجة، نحن شابعين. يكفي الشاي. يلا. هي خير يا أبو شنب، مو معك من ودر مجد هادرني. اسمع يا أبو شنب، صلينا على رسول الله. اللهم صل وسلم عليك يا رسول. للحين انت اكبر مننا واعقل مننا وتعرف الاصول. ايوه ما لم المطلوب مني. المطلوب منك الرب شرح لي بالذي حصل بينكم، وهو قال قه نادم وسوس لبليس وزد على الشيطان. ما لو انا معمل له لا زد على بليس، يخلي بليس ينفعه. مو نفعل، نفعل خير ونرجع المياه مجاريها، نرجع له زوجته والذي حصل ما يتكرر، واحنا اهل بيت. هو بك يا مسعد ملتقول انت عادك تستني رد له بعد ما طلقه بدون سبب. ما حد معصوم من الخطايا يا ابو شنب، هوانا لموجوك لا عندك. انا اجل ترده له وبعدين هو يعتبرهم مثل ما عيالك، هو بنتك وهو ابنك.
منو قال لك يا مسعد؟ بنتي ما عادش راجع له ولا عادت شتوه. ما بقول له ما تقول لي ذاكر وتعلم ما تبقى نفس خالة. كيف؟ أختي تقول لك خائفة لا توقع مثلين. لا مو بيني. ما بقول لك قلت لأمي عكم ما تحضرش وقدي نصر عكم يضربك ضرب. تحتر ويذاهبك وانت ما تفهمش. الله 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 على أخت معين تقدرني صح. بدل ما تشكرني قدام زوجي وعياله تذكر للماضي. لا مو هو صدق يا خالي وسيم. هي بس انت والهدر هذا حق امك. قل لي وين ابوك مسعد؟ ابي مسعد ما هلوش. لا مو وينه ولا قاجز اب الا هلوه الا قال لي ولي هو الربع عند ابو شنب. ما اختلفنا شاو يا ابو شنب. الربع طلق لكن عادي اول طلقه. عاد معه مهلة 3 شهور وقت العدة. يقدر يرده وانت لا تعملش عقلك بعقله. مو من عدة يا مسعد لتعد عدولكم. خلاص طلق. انت يا ابو شنب لا تعقد المسألة. وانت عارف انهم متحابين ومتراضيين. وانت اللي عليك تدخل اسأله وخذ رأيه. وانا لو ما ادخل اسأله كلمة وعد السوا ما حترجع. خلاص قم يا مسعد قزعنا. اصبر يا رب. وانت يا ابو شنب هذا اخر كلام عندك؟ هذا اخر كلام عندي. والوعد بيننا عند الشيخ مصلح. اكتب الورقة حقه ودي ما اقوله ولا انا عارف كيف اخرج حقه. والله ما انا متوقع منك يا ابو شنب تكسعني وتردني خايف. هيا يا رب قم جزعنا وانا اقول لك كيف تفعل. الوعد بيننا عند الشيخ مصلح واللي براسه حاجة يفعله. كيف قالت؟ ولا عند ابو شنب؟ ايه عند ابو شنب مثل معاهم. اوه كان هكذا. انا تعب وهو شيء يخرب عملي واصلح بينهم. اهلا وسهلا وحي الله من جاء. الله يحييك يا شيخ مصلح وبقي. ما لم يدي لك الشاشة هي بوارد نوافق مدغم ندي لك. النوافق والبوارد مشتي. بو خلص شاهي بالرضا ادي. اما بدعاوي مشي. سهل عشان عين ابو شاهين. لو قلت له خلاص شاهين. خلاص دخل الثلاجة. يا ولا ما انت لا امن ولا. الله دخل الثلاجة. هيا خالي وسيم لمو سكت. ها؟ ما ابو شاهين. ما هي ندخل البيت ادي لك صبوح ادي لك شاهين. لا مشي شكرمك الله خلوا اليوم ثاني. يلا مع السلامة. أنا انت هذه الأيام ملتي فعال ملت سوا. اي ما هذه الأيام كم حدنا من مهر ما شاء الله لموبو مطر مهر ملا عند الجواني. اللهم الحمد للشيخ ما السنة إلا نعمة. الدنيا كلها ممطورة من طرف البلاد لا طرفه. اللهم الحمد للشكر أنا حصل الدنيا نعمة جزيلة. الحمد لله ناس نزل عليهم مطر نعمة وناس نقمة نتفهم مع بيوتهم. الحمد لله مولح. الحمد لله هذا كل شيء مقدر من الله تعالى. الله الحمد ربي ولا شو ما لا قدر شو ما لا قدر شو دلع ما الشيء دلع دلع حتى الشيء ما بقوله بزعاج ما لا يطلع له طعم هذا لا مش وضعك ما بزعم ما معك راح ترح تدري على شيء سلب بصره أو على مزعج وعادك زيد وطي. أقول لك ما هنش اللي أشوفه دحين. قل لي إنك الربع ولا قولي تعصين. لا بس إلا شاف هذا الشاي يشفط بس هو شيء موب عليك لا تستعجل. والله ما أطيب منه ولا أحسن منه مخلوق على مو متعصي هو شيء يشيك. أنت بس إلا شفط بس خلت على الشفطة. ها ثم أولا واحد مرته وإحنا طرحنا عليه ماذا مع الشرب هذا غوز عاجل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. تفضلوا. لا ده الله فضلك. حياكم الله. أهلا وسهلا. الله يحييك. كيف أنتم كيف حالكم؟ نحمد الله بخير. كيف حالك يا ربع؟ الحمد لله. حيا الله من جاء. هي الربيعي ما عجل له هو الصباح هذا قحني يا الله نقبله وسددنا المشروع هذا.
يلا شعين مجب علو. ايه دحين يا رب هو ده قالوا ان انت طلق يا مو السبب. ما بقول له يا شيخ مصلح عاكنا ساعة الضبحة. قول لك ما عدناش داري كيف خرج هذا الكلام كله من لقفي. ما عدناش داري كيف قوله. خرج علاني من غير رضاي. وانا نادم دلحي. انه انت لا تصدقوا يا شيخ مصلح. قال طلق الا ذا العين رجع يدور له هدار ومعاذر. حلان ابو شلي بالشبان بطونك خلاني نعاني الرجال وشو يقول. دحين اسمع يا ربع. دحين انت وعدك ناوي على زواجه. قلت لنا وان انت خلاص قنع مش هذه كلمه انا كنت ضابح خرج من لقفي هذه حاجه ما يخرجش مدور ما يقول واحد يفكر بوله. قال خرجها مدير رضاعي ما داروا زعمنا من داك بلا عقل. يا شيخ مصلح اشتكي ترجع لي زوجتي وانا قانع عندك عبد السلام والرضا. انه على كيفك الا مو زعما ما تمشيك طلق ما تمشيك رجع حرام ما تشم ولا ضبطت ولا تدخل لك مردين بيت. خلنا انت سمعك ابو شنب حلف. اسمع يا ابو شنب هتون دي قاطع لسه الحق من حجر حلقك. خلنا عن الراجل مو السبب لما قام طلق امره. زعما لك كيفه طلق ورجع. هو ساعة ابليس خلاص دحين عاد دحين زوجته قادر يدب. ايوه مالكش حق انت تحرمهم عشتهم. من زوجته خافي الا ثلاث طلقات. هاد لو حق الدين غصبا عنك. فعل واحده ولا ثنتين ولا حتى 100 هي ما تقع الا طلقه واحده. وهذه مره تقع له. اتاكدنا ثاني مره ما عاد حل له ولا عاد يرجع له. قدرنا نشغله له وجهه. يلا تربيه ما كلاب. ولا ما يتكلمش بالكلام هذا ولا قوي يقول لي خريا الناس بينهم وزوجته حاجة قتل لقى الضرب وهذا ما قلش وصل الموصول هذا نائم وبينك انت ويقول لي على مطلق مو السبب اللي ما طلق هيا سمعني قمت داري يا شيخ مصلح بقصة البقرة قوي صنع لا عنده ذا الحين قارقع مرة ثانية يشتي بياس نفعل مسلح وانا من اللي سامعك يا ابو شنب وخبر بعد وجه مساش اما الاول في عقلنا اللي قد درق هذا وهذا علشان يدي لك قيمه البقره قلنا يلا ودحين يدفع على سافل وشي يحرم بنتك علشان قل لك بطل هذه الحركات الادمي لابو ادمي عزمك لفوق وقدره زي الدم من عندك حبل بنتك الستره لا تنش علي مصلحين ملي وانا شيخ مصلح ما اسالكوش لين الا لبو غير حقهم مو بعدين هي اللادين لحن مرالك ابو شنب ترد له زوجته لحد ما هنا وهو مره ثانيه بيطلع دي كلمه الطلاق ومو قال يا ابو شنب مو يعني مش راجعي حرام ما قد تدرق حلف قوال عشان كسكوز عن الف عدنا حسرنا حليف صلى على رسول الله اللهم صل وسلم لك حلف ما عشان ترد ايه رد له غرامته رد له غرامته فوق لا اخر ريال ونزل كلفه غير صحي وزح بنتك اما اعطيك شيء حليف لك هلا تحلف لك يا ولد غرامته وزح بنتك ولا هو قوم مقتنع مني اديني ما هو عليه هذا اللي شغله عليه وش قلت تحلف وقسك فوق مكان الرجال انا حلف لك بطل الدنيا حقك يا ولد له غرامته ولا ردك له شو ما معكش غرامه طلعك ولا نزلك انا ما معيش غرامه السيد قسيت هما وصلنا لهذه حنبلة بيعز هذه أشيحته والله خلاص يلا روح لك ما حصل ما احناش نجي لهنا عندك وتفهم روح انت راجع نفسك اللي تشته يا ودبر حق الناس ولا رد كل زوجته منين؟ ما بقول رد له زوجته زوجتك قاطر زوجتك بروح هم مثلا لغاية ذبحك الله قبيحي ما ادري لك يا ولد يا كل اقول لك زوجته ولا كرامته ما معك شيء تقول لي السلفت غربك ولا رد كل زوجته هذا لازم دولي انا عاكم خبر ردوا بيسو قال كيف بخير قد تقول علبة سم ده الحين مع باقي يا شيخ مصلح قال انت تعرف ابو شنب زاد مننا ولا عاد باقي شيء احنا شان ثقيلة عنده هو مسكين لك بروف الجن والله بعد ساعة قال اصبر على الدليل كم من هدرة قال بس قال امه وابوه قلت لكم ماذا بدنا نقصوا الناموس ما انا لا اعبر على كلامه اما انا ما اقبله يدخل باب يلا يا ايش نروح لعنده واحنا ايش نعين مش يقول يلا خير الله نسالينا يا شيخ مصطفى يلا نشتغل عنده هذا ما معك انت ابو مو
اقول لك هذا ما معرفة عليك. اهلا وسهلا، حي الله منك. بقيت بقى الزمان، ما شاء الله ما شاء الله، حي البيت واهله. جلس جلس اجر مصلح، والله ما تجلس لهنا. ارجع المشرف هنا ولا هنا؟ والله ما تجلس لهنا. ما انا اقول حي من داخل لك حي الدوقاك من حلقعك. انا ما نجاري له حاجه تحققه. يلا ما تجاري، اللي ما خرج من بيته ما يدريش طبيعه الناس. ايوه الحمد لله. يلا الحين ما افكر مع عقلك. والله انك افكر يا شيخ مصلح. قاعدتك تسوي المساوي، وانا من اجلك شرد يا شيخ مصلح، لكن بشرط. اسلم اسلم، ما هي شرط ما شرط، مو مطلوبة. هستجوم ثاني ترجع تقول خي مطلقه، قاعد له لك كلمه طلاق طلق طلق. انما هذه مره ثانيه والله لا اخلص جلده، لا اخلو يدفع بالمثني والبتلوت. هذه كان يعني يو يقول وهو بعدي وراح وهي ويلا، ولا راح يقول لي هذه ما لها شد ميسي الطلاق والزواج ما لهاش كلمه ميسي. اقول اسمعني، جزاك الله خير يا عم ابو شنب وانت يا شيخ مصلح، واوعدكم ما ازيد اكرره، هذه اخر مره لي. اسمع، من شان البقره يجيبوا زبقر حقهم، لا يشغلك ولا تشغلوا ويدخلكم مشاكل من شان البقره لي. على طول ما قلت انا بعد يا شيخ مصلح. خلاص يا شيخ مصلح، هذه كم بقره له سامح الله، خلاص يبو زهلوا. خلاص تمام يلا، ايقظوا حد في اداته وقزعه، والسلام عليكم يلا. دب الشيطان وخلقونا الأقارب. يلا مع السلامة. يلا الله يا الله وصلنا، زعمنا تشاتي وصلنا بمطر. يلا.